السلام عليكم متتبعين قناة سامسونج. في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس باوربوينت اللي غادي نتعلموهم في القناة من البداية حتى النهاية درجة درجة او بالدارجة. اشنو هو هاد باوربوينت؟ والسؤال المطروح، اولا باوربوينت هو واحد البرنامج قام بالبرمجة ديالو الثنائي روبرت غوسكين و دينيس اوستين. روبرت غوسكين هو هذا و دينيس اوستين اعطاه واحد السمية قبل ما تكون سميتو باوربوينت، كانت سميتو بريزنتر، وكانت اول فيرسيون سنة 1987 وكانت على ماشين اللي سميتها ماكينتوش. قبل ما يتحول الملكية ديال مايكروسوفت بعدها 3 أشهر بقيمة 14 مليون دولار لدمجاته مع جروب مايكروسوفت أوفيس، ومن ثم وهو مع مايكروسوفت أوفيس إلى يومنا هذا لفيرسيون الأخيرة هي 2019 مايكروسوفت أوفيس 2019. وحنا غادي نتعلمو في الفيرسيون 2013 اللي هي بآخر خصائص المعتمدة في كاع لي فيرسيون. شنو نقدو نديرو بالبرنامج باوربوينت؟ اولا نقدو نديرو بيه بريزونطاسيون ديال لي بروجي، ماشي بالضروره يكونوا تعليمية، مي قد يكونوا ديال الصناعة ديال التجارة ديال الفلاحة، اي نوع من انواع لي بروجي نقدو نديروهم بالبرنامج باوربوينت. نقدو نديرو بيه بريزونطاسيون ديال لي غينيون، يعني كتكون واحد الجروب ديال طلبة او التلاميذ كيديروا واحد كيتجمعوا وكيديروا واحد لاغينيو، وكل واحد كيعطي ليطاج ديالو اللي قام بها في هذاك البحث اللي كانوا هما متكلفين به مجموعين، كيعطي كل واحد ليطاج ديالو فين وصل عن طريق برنامج باوربوينت اللي كتكون توضيحيه. قد نديروا بي بريزونطاسيون عاوتاني ديال لي تكنولوجي، يعني كتكون واحد لونتربريز وعندها واحد لا تكنولوجي وباغا تقدمها، كتقدمها عن طريق برنامج باوربوينت اللي كتكون مفهومه ومشروحه. كنقدو نديرو بيه بريزونطاسيون ديال لي برودوي، يعني كيكونوا لي كوميرسيال ديال واحد لونتربريز او واحد الشركه متمادة، وكيكون عندها واحد البرودوي جديد وكتبغي تقوم كوميرسياليزاسيون ديالو، كديرو عن طريق برنامج باوربوينت اللي كيسهل وكيعطي قيمه وشرح لهذاك البرودوي الجديد بالخصائص ديالو جميعا. اشنو الهدف من تعلم برنامج باوربوينت؟ واشنو الهدف من هاد لا فورماسيون؟ هو انني نعرف كيفاش نخدم بالبرنامج باش يسهل عليا تقديم البحث ديالي او البروجي او البرودوي انا اللي باغي نقوم بالتقديم ديالو، او هذيك لا تكنولوجي اللي انا باغي نقوم بالطرح ديالها عن طريق برنامج باوربوينت كيسهل عليا. كيفاش؟ لانه كيعطيني واحد العمل بيان اورغانيزي اي بيان ديتاي، وهادو بجوج ملي كيتجمعوا كيعطيونا ان بو ترافاي. حتى لهنا نكونو خدينا واحد الفكره شامله وعامه على شنو هو برنامج باوربوينت واشنو نقدو نديرو بيه وعلاش كنخدمو بيه. في الفيديوهات الجايين غادي نشوفو امثله تطبيقيه اللي نعرفو بيهم برنامج عن قرب. نتمنى الشرح ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، ونكون توفقت التقديم اللي هو بوابه ديال سلسله كيفاش نخدم بالباوربوينت. ما تنساش تقوموا بالاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليت لكم الراحة، دوزوا بخير.